قاعد يسخ الى روايات اهل البيت سلام الله عليهم بزبل ندريله فضائل شهر رجب روايه قال ده پیغمبر دان صلى الله عليه واله دي الا ان رجب شهر الله الاصم وهو شهر عظيم بزبل ندريله پیغمبر صلى الله عليه واله برضا نشنا سراد لا شهر الله الاصم دي وانما سمي الاصم لانه لا يقارنه شهر من الشهور حرمة وفضلا عند الله تبارك وتعالى زين بها بس اسلام داد بلا عظماس عظماس يعني بس اسلام لازم بلا عظم ليه وصمنا نولد خوارد حتى وارد قبل الاسلام كانوا يعظمونه يعني بشهر ينار دابر عجيب بشهر ده عظيم بشهر ده دي وكان اهل الجاهليه يعظمونه في جاهليتها حتى جاهليه وقت ده بايه عظم نار ده فلما جاء الإسلام لم يزدد إلا تعظيما وفضلا قال دخ إسلام هل أرط عظماسنا فضلا بشهر كان هذا الشهر في أيام الجاهلية شهر رجب ده وزن بكلار لا للأدعية استيام مثلا برسي دعاء سوار برشي سوار شهر رجب تا دعاء لارده لأنه بليلة أهمية سن عند الله سبحانه وتعالى قال دخ إسلام دا شنا أهل البيت سلاد لا شهر أمير المؤمنين عليه السلام عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه رواية نقلية دي رجب شهري رجب معنى شهر من دي وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وشهر رمضان شهر الله عز وجل يعني قال قرب شهرنا عظم أصناغ ده أو تنسل الله أشهر النور قادرة قيمة طوب شهرنا الله إنه سبحانه وتعالى بزبل اندري آل البيت يعني نغضى إذا أبليس بحيث أنه تندى أدنى مجالي أولدسة حتى مجالا غير أهله سيد سلام الله عليه الشيدة أثناء العمل مشغول صبر شيدة قدرت ما وقتي قناة سنة شو مشغول استغفر له إيش ليه إيش ليه ذكر لله نيش لأنه سباق إلى الجنة سباق لنيل قرب الله تبارك وتعالى صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا بآي دعاء أيضا بآي دعاء تربز أبواب السماوات پیغمبر صلى الله عليه وآله دي إن الله تعالى نصب في السماء السابعة ملكا يقال له الداعي سماء السابعة ده بالملائكة قربته بملائكة آذ الداعي فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك الملك كل ليلة منه إلى الصباح هرقن قيجدان سبحتنا كما هو الرار طوبى للذاكرين طوبى للطائعين رجب قال لكم هرقي جهور الى سبحت نكمة طوبى للذاكرين طوبى للطائعين يقول الله تعالى انا جليس من جالسني ومطيع من اطاعني وغافر من استغفرني الشهر شهري والعبد عبدي والرحمة رحمتي فمن دعاني في هذا الشهر اجبته ومن سألني اعطيته ومن استهداني هديته وجعلت هذا الشهر حبلا بيني وبين عبادي فمن اعتصم به وصل إليه جنا قاليه في فضل شهر رجب عن الإمام أبي الحسن سلام الله تعالى عليه دي رجب شهر في الجنة أشد بياضا عفوا نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن
وأحلى من العسل. من صام يوما من رجب سقاه الله عز وجل من ذلك النهر.